السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناه من الاخر خلاص معكم محمد نور الدين ترتيب فرق الدوري الفرنسي وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباراه اليوم الجمعه 31 3 2023 بدايه الجوله 29 من الدوري الفرنسي طبعا تاريخ غلط يا جماعه اليوم اليوم الجمعه 31 مارس 2023 مارسيليا تعادلت امام مونبلي 1 1 احرز هدف مارسيليا جندوزي ضربه جزاء في أربعة 44 هدف مونبلي عن طريق ارنولد نور الدين في الدقيقة 12 اللي ده باين عليه قريبي تقريبا متابعين الكرام خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الفرنسي وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباراة اليوم الجمعة مع بداية الجولة 29 تصدر الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان المركز الأول 66 نقطة ومارسيليا المركز الثاني 60 نقطة لانس المركز الثالث 57 نقطه موناكو المركز الرابع 54 نقطه رين المركز الخامس 50 نقطه لي ليل المركز السادس 49 نقطه نيس المركز السابع 44 نقطه لريان المركز الثامن 44 نقطه ستاد ريمس المركز التاسع 43 نقطه ليون المركز العاشر 41 نقطه مونبلي المركز 11 37 نقطه تولوز المركز 12 35 نقطه كلير المركز 13 34 نقطه نانت المركز 14 30 نقطة ستراسبورج المركز 15 26 نقطة بريست المركز 16 24 نقطة أوكسير المركز 17 23 نقطة تروى المركز 18 21 نقطة أجاكسو المركز 19 21 نقطة أنجي المركز 20 والأخير 10 نقاط طبعاً الكرام بالنسبة لترتيب الهدافين في, في المركز الأول جوناثان ديفيد لاعب ليل سجل 19 هدف في المركز الأول مكرر كيليان بيلعب لاعب باريس جيرمان 19 هدف ايضا المركز الثاني الكسندر لاكازيت لاعب ليون 17 هدف وفولارين بالغون لاعب استاد ريمز وحسام بن لاعب موناكو والمركز الثالث تريم وافي لاعب نيس سجل 15 هدف المركز الرابع حبيب ديالو لاعب ستراسبورغ سجل 14 هدف ولويس اوبندا لاعب لانس والمركز الخامس ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان سجل 13 هدف ونيمار دي سيلفا لاعب باريس جيرمان اشترك في القناه وفعل زر الجرس لايك الفيديو كان معكم محمد نور الدين نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته